وصيه يعني الدنيا وتفاهتها كما قال ابو العتاهي. ابو العتاهي هذا رجل خطير، وشعره من احسن الشعر، واجمل بيتين في ديوانه على الاطلاق قوله: هي الايام والغير وامر الله ينتظر، اتيأس ان ترى فرجا فاين الله والقدر. يقول: اذا اغلق عليك الباب ترى هناك نافذه الى الواحد القيوم الحي القيوم، اذا غلق اذا قطعت الحبال بقي حبل الله، اذا انقطعت السبل وسدت المنافذ بقي السبيل الاقوم الى الواحد الاحد. فرأى له خبر، هو سامحوني في الاستطراد، يقول: أراد يتوب من الشعر، قال: تبت إلى الله من قول الشعر. تاب، لأن الشعر فيه تعرف مدح وهجاء وسب وغزل. قال: المهدي علي أبو العتاهي يمدحنا، تعالوا في المهرجان. قالوا: تاب إلى الله ما يقول الشعر. قال: والله أنه يقول. هذا ملك المهدي أبو هارون الرشيد، يعني ذبح الرجال مثل ذبح الدجاجة ما عنده. قال: علي به، تعال يا أبو العتاهي انشدنا في هذا اليوم يوم المهرجان. قال: أنا تبت يا أمير المؤمنين من قول الشعر. قال: والله لا تنشدن. قال: والله ما أنشد حرف. قال: والله لا تذهبن إلى السجن حتى تنشد. قال: فأخذوني إلى السجن، وأول مرة في التاريخ أسجن، ما عنده دربة، ما في تجربة، يعني ما تعود. قال: فأدخلوني في غرفة فدهش، ذكره أهل الأدب، قال: فدهش عقلي من السجن، ترى رهبة السجن. يوسف عليه السلام يقول: اذكرني عند ربك. حتى أحد البرامكة لما سجن يقول: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. يقول: صباح الخير، أتيت من الدنيا؟ ترى ما عنفنا في الدنيا. قال: فدخل، قال: فأدخلوني، قال: فاندهشت وذهب عقلي، وإذا بشيخ كبير شايب أبيض اللحية أبيض الراس أبيض الثياب جالس. قال: فما سلمت عليه، نسي حتى السلام وجلست بجانبه، لأن العسكر أخذوه بالكلبشة وسدحوه علشان ينشد الشعر. قال: فسمعت الرجل يقول، هذا الرجل الشيخ الكبير، قال: وخفف وجدي بالنوى خشية النوى، وإن كان أحيانا يضيق به صدري، ويأسني في الناس علمي بعجزهم وعلمي بصنع الله من حيث لا أدري. يقول ينشده. فلما أنشد هذا الرجل شعر يحب الشعر، قلت: من قال هذين البيتين؟ يقول: أبو العتاهية. قال: سبحان الله يا أبو العتاهية، لا سلمت علي تسليم المسلم على المسلم، ولا سألتني سؤال المسلم للمسلم، ولما جاء الشعر اللي ما خلق الله أقبح منه فيك وهو تسألني عنه. قال: سامحني، والله إني اندهشت من السجن. قال: ما عليك، لماذا سجنت؟ قال: دعاني المهدي يقول أنشد شعر، فحلفت ما أنشد شعر. قال: والله لا تنشدن الشعر، فحلفت ما أنشد فسجني. قال: ما عليك، سوف تنشد الشعر وتخرج، لكن سألني أنا ماذا سجني. قلت: ما سبب سجنك؟ قال: أخفيت أحد أبناء علي بن أبي طالب، أحفاده يعني من أهل البيت، من أبناء سلالة علي، يطلبه المهدي. وترى في بعض رواية ابن الفرج الأصفهاني يقول أنه هارون الرشيد، فالله أعلم، لكن أنا أرجح المهدي. قال: أخفيته لأنه يريد الخلافة هو، والمهدي حكم على ذاك بالإعدام، فأخفاه هذا الشيخ الشايب، أخفاه وسيبه في الأرض، وقال: اذهب، ما عليك، رأسي الرأس كالفداء. قال: فدعاني المهدي، قال: فين فلان؟ سمى عمرو بن زيد من أو أحفاد علي بن أبي طالب. قلت: ما أدري. قال: والله الذي لا إله إلا هو لتخرجنها ولا أقتلنك. قال: والله الذي لا إله إلا هو لو كان بين جلدي وعظمي ما أخرجه. قال: ولما؟ قال: تأتي خصمي يوم القيامة ولا يأتي محمد صلى الله عليه وسلم خصمي. يقول: يأتينا يوم القيامة، يقول: دليت على ولد بنتي فاطمة أو ابن علي، ما تستحي. يقول: يخاصمني محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يقول: أنت اللي تسبب في قتل ابني، أما أنت وأمثالك أنا خاصمك. قال: والله لتبقين في السجن أو لأقتلن. قال: والله لو كان بين جلدي وعظمي ما أدل عليه. فقال أبو العتاهية يعد السجن يسأله، قال: ولا تدل عليه؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، سجن سنوات، لو كان بين جلدي وعظمي ما أدل عليه. ويعرف في مكانه، يعني عارف مضبوط وشايب شيخ. قال: فأتى ليلة من الليالي، فقال الرجل الشيخ هذا: ما رأيك يا أبو العتاهية نصلي ركعتين وندعو الله أن يفرجها، إما بقتل وإلا بخروج، أنا أريد الشهادة في سبيل الله وأريد أو يفرج الله عنا. قال: أحسنت، قمنا نصلي. توضأ وقاموا يصلوا، فلما سلم الرجل واستغفروا قال: يا أبو العتاهية، ما حضرك أبيات في الجلسة؟ يعني الرجال سبحان الله شجعان، شايب شيخ كبير وباقي شجاع، وفي آخر الليل ويرد شيء. قال: حضرني بيتين. قال: أعطني بيتين. قال: هي الأيام والغير. يقول أبو العتاهية: ترى أبيات خطيرة لمن تدبرها، يقول: ترى لا يغرك، ترى الله يغير من حال إلى حال، وأمر الله ينتظر، انتظر أمر الله.
يقول دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يقول البنقاضي أحد الشعراء العوام: لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزامي، وإن كان عينك خالفت لذة النوم انته تنام وخالقك ما ينامي. كلهم ينطقون هؤلاء الفصحاء بأنه لا يفرج إلا الله. قال: هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر. ثم يقول أبو العتاهي: أتيأس أن ترى فرجا؟ لا تيأس أبد، أبدا لا تيأس، فأين الله والقدر؟ فين الله هو صاحب الفزعات سبحانه والذي يفتح؟ قال: فلما انتهت من البيتين وإذا الأبواب تقعقع، فتحوها العسكر، جاء قرار من عند الواحد الأحد في آخر الليل، نزل من عند الذي يتجلى في الثلث الأخير، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نزل القرار، قال المهدي: اخرجهم وعاد حاسبهم. يريد الشيخ يقتل أصلا. قال: كل المحبوسين يعرضون على أمير المؤمنين بعد الصلاة، وجلس المهدي والسيافين بساطين، يعني سماطين، سيافين جاهزين، فدخلوا كلهم يدخل، فدخل الشيخ أمام أبو العتاهي وأبو العتاهي خلفه، كل واحد له ملف. قال: هيه، يقول أبو المهدي بتدل عليه، كل شوي يعرض عليه، كل سنة يحسب على سنة بيتوب، يلين راسه، يسقط الحب اللي ينطحن عين تدل عليه. قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو كان بين جلدي وعظمي ما دل عليه. حافظ الجملة، حافظ النص. قال: ولم؟ قال: تأتي يوم القيامة أنت تخاصمني ولا يخاصمني محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اقتلوه. قال أبو العتاهية: فضربه السياف أمامي، قال: والله إني رأيت رأسه على الصماط هناك كأنه بخلق بدون رأس، وجثته على النطع. قال: وأنا بعده فوقفت، قلت: تنشد شعر؟ يقول المهدي: قلت: أنشد يا أمير المؤمنين. قال: ولم تنشد؟ ليه؟ قال: في دون ما رأيت أبلغ موعظة. يقول: والله لو شفت سياط ولا عصي كيف الروس تتخطف. أنشد يا أمير بدون ما رأيت. قال: فتبسم، يتبسم، يقطع الروس ويتبسم، ما شاء الله، كنا يلعب كاراتيه ولا بلوت، ما شاء الله كذا. قال: فأنشدت شعر قصيدة ومشيت مع الناس. فهذه من أخباري، الحمد لله خرجنا من الوصايل بالعتاهية، لكن لا حرج إن شاء الله.